طمني يا استاذ سليم، ان شاء الله تصالحت انت وزوجتك. تصالحنا يا استاذ، بس لما وصلت على البيت وشافت خدي احمر ما رضيت تصالحني، قالت لي انت ومين متخانه؟ ما انا عارفه انه في مزح بيني وبينك سئيل. كافي مزح هلا، مو وقت المزح وقت الجد. انا الحقيقه بدي اياك بخدمه صغيره تشرح لي فيها شلون بتخليها تغار عليك، يعني انت شو بتساوي لحتى تخليها تغار؟ شلون يعني استاذ؟ يعني يعود لك شو التصرف اللي بتتصرفه لحتى تخليها تشك فيك وتنهمل عليك بوابل من الاسئله؟ استاذ انا ما بساوي شيء، بس هي ظنونه كثير وبتشك كثير وبتغار علي. يعني مثلا اخي سالم بتوهمها انك على علاقه مع وحده ثانيه؟ لا بوهمها ولا شيء استاذ، بس هي رفقاتي اللي بسهر معهم بتعرفهم منيح وبتغار منهم، فكيف بدي اوهمها انه انا على علاقه مع وحده ثانيه؟ بتطرفق الدنيا فوق راسي. يا ريت اللي عندي عندك شو عم تقول استاذ؟ لا 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 ما في شيء، قوم استاذ سالم الله يرضى عليك. هلا بتضل داير بالك على زوجتك، ممكن ما انزعج منها بتقول لها بدي طلقك، طلاق مو لعبه، فهمت؟ يعني الطلاق ابغض الحلال عند الله. بتضل ريح الله يرضى عليك بعلاقتك مع زوجتك، ريح، انا مريح، ريح، تفضل، مع السلامه، مع السلامه استاذ سالم. نيالهم على السعادة اللي عايشين فيها مو الحيط اللي عندي. لوين رايحة؟ مدير طلبني. غوّق كلوني غوّق، بس تطلع من عندي بس تطلع من عنده مرينة عندي عاوزك. غوّق حاضر غوّق. مو من عندنا استاذ، من عند الجيران. طمنيني مدام منال، ان شاء الله ما رجعتي اختلفتي مع زوجك. لا 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 بالعكس، سمني على عسل. الحمد لله الحمد لله. بس الحقيقه انا ماني عارفه كيف بدي اتشكرك يا استاذ. الحقيقه انت انقذت حياتي من الدمار، انت رجعت لي البسمه لشفاتي. ما في ما في ما في ما في ما في داعي تتشكرين، يا ريت تبعدي شوي حتى اعرف احكي. انا اللي بدي وصيكي انك تختاري التوقيت المناسب اللي تنهمري فيه على زوجك بوابل الاسئله. اسأل جوزي؟ لا 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 ما بقى عيدها بنوب. انا ما صدقت انت تراجع عن الطلاق، معقوله خليه يرجع له مره تانية؟ شو يعني؟ يعني الله معه، مطرح ما بده يروح يروح، المهم يرجع لي باخر الليل. غلط غلط طبعا، هذا غلط. شو يروح مطرح ما يروح؟ شو هالحكي هذا؟ هذا اسمه لا مبالاه، هذا اسمه عدم حب للزوج، هذا اسمه عدم احترام للعلاقه الزوجيه. بتعرفي انه عدم سؤال الزوج وعدم الغيره عليه شو هن؟ هن مخبخة الحب يا ست منال. ابدا هذا الحكي مو مزبوط. هلا بترجعي وبتتابعي غيرتك على 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 زوجك، ونحن من ورائك، نحن شو بتتابعي غيرتك على زوجك، فهمتي؟ لا 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 دخيلك، لا بدي غار ولا بدي انحرق بنار الغيره. لا غلط، نار الغيره يا خانم ما بتحرق، بالعكس نار الغيرة بتدفي الحياة الزوجية، بتجمع القلبين على المقلاية، مو يعني بتأجج الحياة الزوجية، هيك لازم تفهمي نار الغيرة. ايه بس أنا وجوزي بنحب بعض بدون تأجيج. ايه لكان تأججي على مكتبك يلا. عندي غير عم يجري، عندي شبانة كله من حريقة قلبي من الحيط اللي عندي. خير منال شو بك؟ مدير شبو؟ قلعني من مكتبه. قلعك من مكتبه ليش؟ ما بعرف. شلون يعني ما بعرف؟ ممكن رايحة اتشكره؟ عم قله اني حرمت بحياتي اسأل جوزي شي سؤال. ما شفت لكم يا الا عصب وزعل ونقلب حاله وراح ملعني من مكتبه. شو عم تحكي انت منال؟ اكيد عم تمزحي. الله وكيلكم هذا اللي صار. هلا معقول الاستاذ جميل يقلع موظفة من مكتبه وجاي تتشكره؟ لا 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 ما معقولة. هلا المهم تذكرتيه بموضوعي ولا لا؟ شوفي الثانية عم قايل لك قلعني من مكتبه، بتقولي لي ذكرتيه بموضوعي؟ أنا رايحة لعنده بذكره بموضوعي وبشوفه بحاول أعرف منه شو القصة. وشو رايحة تعملي عنده؟ شغلة خاصة. إيه ما قلتي لي؟ ما هي الشغلة الخاصة اللي بدك الأستاذ جميل فيها؟ عم قايل لك شغلة خاصة يعني ما بقدر أقولها غير إله. إيه ليس هنا. وينه؟ ذهب إلى المحافظة. أمسي أمل. نعم أستاذ. يا ريت تطبي لي بيت الاستاذ وسيم مرة ثانية. حاضر استاذ. ما قلتي لي ذهب على المحافظة ما هيك؟ هلا بدي اقول له لك تعي لك بعدين بتصل بالاستاذ وسيم.
نعم. الله ينعم عليك ويزيدك في النعيم. خير يا مدام سامية. الله يرزيك الخير ويسمي مراكزك يا رب. يا ريت تتفضلي على الكرسي مشان نقدر استوعب. حاضر. بدي منك معروف ما رح انسى لك يا طول عمري. على الكرسي. حاضر استاذ. حاضر استاذ. انت بتعرف انه انا جوزي ميت من 10 سنين وانا وبنتي عايشين لحالنا، ما عندنا حدا يدق باب الدار علينا، ما عندنا حدا يتفقدنا ويقول لنا شلونكم. على الكرسي واختصري. حاضر استاذ. حاضر. باختصار يا استاذ جميل، انا شقيت كثير لوقت ما كبرت هالبنت وعلمتها وخرجتها معها السكرتيريا، واليوم ما عاد فيني اقدم لها اكثر من هيك، فانا مالي غيرك اطلب مساعدته. هي بسيطه، فهمت عليكي، تكرم عينك. تفضلي. عفوا استاذ، انا مو جاي اشحن، انا جاي اطلب مساعده. هي بسيطه بس ما تتزلزلي، قولي لي شو نوع المساعده اللي بدك اياها. توظف لبنتي. وين؟ هون بالمديريه. يا حبيبي هذا اللي ناقصني، موظفة تانية بالمديرية أكيد طالعة لأمها وبتهز. أستاذ، أستاذ شو قلت؟ بحياتي ما رح أنسى لك الخدمة طول عمري. أنا مو لازمني موظفات، وين بدي وظف لك إياها؟ بنتي متخرجة معها السكرتيريا، حلوة كتير وذكية كتير وبتبيض الوش، وإذا بتعينها السكرتيرة قالك أنا متأكدة إنها رح تريحك على الآخر. قالت بدها تعين بنتها محلي؟ بسيطة، أنا بفرجيها. شو قلت أستاذ؟ خليكي عندك، خليكي عندك. بصراحة أنا مو لازمني سكرتيرات، أمل كثير مريحتني ومالي بحاجة لوحدة غيرها. طيب، أنا بكرة رح أجيبها معي مشان تتعرف عليها، وأنا واثقة إنك لما رح تشوفها رح تغير رأيك. طيب. يا حبيبي، ناقصني وحدة حلوة مشان أتلبك أكثر مالي متلبك أنا. بقى قلتي لي ذهب الى المحافظه ما هيك؟ اورفار. ابوي قال مريحته، والله لو بيداوم يوم الجمعه لداوم معه. تقبرني تقبرني. شو يا؟ قلعت كمان من مكتبه؟ لا. لكن ليش جاي مزعوجه؟ من سكرتيرته الحسناء اللي وجهه بيقطع رزق، ما كنت تخليني فوت اقابله. المهم قابلتي ولا لا؟ قابلته. وطبعا ذكرتي بموضوعي؟ طبعا ذكرته وحكيته، وقال اليوم المساء بيرجع لك جوزك. وردي. عفوا يا انسه وردي، ممكن اسالك سؤال؟ نعم. امبارح كان في قدامك باقة ورد هون، وينها؟ اللي اخذها رجعها. لا مو صحيح، انا ما اخذت شيء. معناتها انت اللي جايب لي اياها. هي بعت لي حمى، زلقت انا، زلقت. خذها لك. ثاني مرة إذا بتعمل هيك والله لإلا لمرتك وأعمل لك فضيحة إلى أول ما لآخر بكل هالمديرية. بعدين تعال هون، شلون بتقولي إنه نسيم هو اللي جاب لي الوردات؟ مو عيب عليك، بدك تطلعني بالخجلة قدامه ما هيك؟ نسيم؟ وينه نسيم؟ ليش إجا نسيم؟ إيه إجا. وورجيتي الرسم اللي رسمتي له اياها؟ ما رسمت له شيء، انا كنت عم بكتب اسم نسيم تاني. شو ما في حدا غيره اسمه نسيم؟ بلا، امي. محمد ريقي. عم عزبك ام محمود ما هيك؟ لا بالعكس عم بتسلى، بس انت يا ريتك ما عزبتي حالك ونزلتي الرزات واللحمات واليبرقات، كنت تطلع لعندك لفوق. انا بلف لك اياهم براسي. هي أنا هربانة من فوق من يلي فوق. الله وكيلك يا أم محمود، من بعد ما أبو تحسين طلع تقاعد وكل طبعه تغير وصاير حشر كثير وبيحط منخاره بكل كبيرة وصغيرة، وبده يعرف هاي وينها وهي ليش هيك وليش كترت رز وليش ما بعرف ليش. قلت لحالي خليني أهرب من وشه وانزل لفن عندك. بدك تتحمليه لجوزك؟ يعني مو معقولة كل ما بدك تطبخي تهربي لعند الجيران. أنا بستحملك، بس غيري ما بيستحملك تفوتي لعنده توسخي له البيت. أنا لو مالي وش عليك ما كنت اجيت. لك أنا ما عم بحكي عن حالي، عم بحكي عن غيري. أم محمود دوقي لي الحشوة، كأنه ناقصة ملح. ما بدا. لسه ما دقتيها. أنت جايبة معك الملح ولا نسيتي مثل ما نسيتي الفلفل؟ هلا ما مشكلة الملح، أنت دوقي لي إياها، بجوز ما بدها. لك ما بدا ملح، ما بدا. يا أم تحسين خذيها قاعدة وتذكري كلامي، قولي في يوم من الأيام قالت لي أم محمود. عموما الاكل كل ما كان دلع وطباخه جعيس بيقولوا عنه اشطر. مزبوط قليل، بس
بدها شوية ملح. انت لا تقومي ام محمود، خليكي مرتاحة، قولي لي وين علبة الملح وانا بقوم بجيبها. عندك بالخزانة ملح وفلفل. شو بقي من عندها؟ حاجة بيملحوا بعدين، ما بحب الأكل مالح. ام محمود؟ نعم. شلونك انت وجيرانك هناء وجوزة؟ خير. لا ما في شي، بس كنت بدي اطلب منك بركي بتحكي لي مع الاستاذ جميل يعطي لي سهام كم درس رياضيات تتقوى فيه، حاكي ما لي اقدر على الدروس الخصوصي، والله مكلف الدرس شي 300-400 ليره. 300-400 ليره. شوفي، هو صحيح الاستاذ جميل جليف ووشه ما بيضحك للرغيف السخن وما بيحب فعل الخير لحدا، بس انا بحاول اقنعه يعطي لبنتك دروس خصوصيه وياخذ 200 ليره بالساعه. بس 200 ما كتير. قديش تقدري تدفعي؟ 100 حاجة. ماشي الحال، بس ويني المصاري بتعطيني اياهم الي انا، انا بعطيهم لمرته، مرته ما بتسمح له يعطي دروس خصوصية الا بهذا الشرط. موافقة، امتى بتحكي لي معه؟ اليوم بس يجي من الوظيفة. معناها بعد ما تحكي معه بتطلعي لعندي، منه بتردي لي جواب ومنه بتطلعي تتغدي ابرق. انا رايح. رافقتك السلام. ما بدي امرك. وانا رايحه. وصلي. لا باخذ لك مكو. لا باخذ لك تكي. لا اضوي. رح اضوي. رح اضوي. رح اضوي. مرحبا عمو. اهلين. غريبه، ما في حدا؟ مو معقول، لازم يكونوا واصلين من اكثر من ساعه. افتح افتح لي شوي. جارنا الاستاذ جميل هنا، الله يعطيكم العافيه. شو هلا اجيتوا من الوظيفه؟ اي والله مرق لعندي جميل واخذني معه. يدخيل عينه هالاستاذ جميل، ما في مثله، كله ذوق. شفتيه؟ هات هات عنك استاذ مشان تعرف تفتحوا للباب. شو جايبين غداكم معكم؟ اي والله عندي شغل ما بقدر اطبخ فجبناه معنا. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. هنا انفتح الباب. ماشي محمود، تفضلي تغدي معنا. ما بقدر، معزومة لعند جارتنا أم تحسين، اليوم عاونتها بلف اليبرق، حلفت علي 100 يمين و100 عظيم إني أتغدى عندها، ما حبيت أخجلها، ما هي كنا كسبناكي يعني. إيه لا تزعلي، توبريني لا تزعلي، بكرة من كل بد غداي عندكم. إيه أهلا وسهلا. إيه أستاذ جميل، لو تغلصت عليك يعني ممكن أطلبوا هالطلب منا؟ على هوا الطلب. سهام بن جارتنا ام تحسين بصف التاسع، عندها شهادة السنة، عقبال عند ولادكم. الله يسلمك. شبها ام محمود؟ ضعيفة شوي بالرياضيات، واهلها يا حرام حالتهم على قدها، ما معهم يحطوا لأساتذة. قمت انا من باب الموانة والمحبة، قلت لها ليش لحتى تحطي لأساتذة؟ خليها تجي لعند جارنا الطيب الأكابر الأستاذ جميل يدرسها، هو مهندس وأكيد بيفهم بالهندسة. فشو قلت تقبرني؟ إلا خليها تجي بعد الظهر لعندك مشان تدرسها. لا لا تقولي لا، هو صحيح أنا مهندس بس نسيت منهاج الهندسة تبع الصف التاسع. اسمعوا على السمعة، نسيت؟ شلون نسيت؟ لكن شلون حطوك مدير؟ لتكون حطوك مدير بالواسطة. لا لا ما نسيت، تكرم عينك أنت وجارتنا أم تحسين، قولي لها سهام تجي اليوم المساء. أي ساعة إلا؟ إمتى فاضي جميل؟ مالي فاضي، مالي فاضي. إلا تيجي اليوم الساعة 5 بيكون نام وفاق. الله يخلي لي إياكي ووفقك ويعطيكي على هوانيتك يا كريمة يلي كلك ذوق. معلش أم محمود، شغلة مو مستاهلة. جارنا كم درس رح تعطيها بالجمعة؟ مشان إلا. أنتوا قرروا وأنا بنفذ. حضرتك بالمونة والمحبة طلبتي هالطلب، وحضرتها كمان بالمونة والمحبة وافقت لك، ليش عم تسألوني؟ ما أنا أجر كرسي هون. طرابيزة. ليش هيك عم تحكي جارنا؟ شو صار لك؟ لتقوم ما بدك تساعدهم للجماعة، يعني إذا ما بدك ما في شي خصم. جارتنا قولي لها لسهام تيجي اليوم وهو بعدين بيقرر كم درس بيعطيها بالأسبوع. خلي لي إياك يا حلو يا جميل. شفتي؟ عن إذنكم بيكونوا حطوا لي اليبرق، بحبه مع الحصاعيس، خاطركم. يبعت لحمة نستني الأولاد. جميل ماله الحس ومتصل بالمدرسة ليكون صاير له شيء؟ هلا لا تضوجي انت الثانية، اكيد الاوتوكار معطل مثل العادة. هيه
ليكون انا جميل. وين راحوا لولا؟ هكي تعملون شي؟ طاروا التماسيح. بسم الله الرحمن الرحيم، وين كنتم؟ كنا متخبيين مشان نقشكم. قطعتوا لي قلبي، فكرت صار معكم شي. هاي فكرة سليمة، فكرتي انا ما عاد بيدا. اجيتي لعب عائلتي، شو بدها تكون يعني؟ بس تكون معكم بيت؟ ليش البيت؟ شو بدنا نتغدى؟ فتحكي براد ما لقيت في شي. ايه قوم، ابوك جاب لكم فراريج. فراريج؟ ايه فريج فريج، بدنا نتغدى فريج. ايه روح، الله يرزقك يا ابي. لك اللي بيشوفك فرحان هيك بيقول اول مره بحياتك تاكل فريج. لك لا فرحان ولا شيء، لانه كنا ببيت صرنا بالفريج. العفا ما ادخلها هالام تحسين، ما حطت باليبرق لا ليه ولا شرحات. يا لطيف ما اقل ذوق. تصب لها صحن وتقلي خدي يا جارتنا تغدي بكره. يا لطيف شو هالبخل هاد. يلا بكره معزومه عند هنا لبعد بكره، فرج ورحمه. لم تهتم به فطلقها، نبهها لم تصغي إليه فطلقها، قال لها تفضل يسلموا إيديك، فحلق لها. صايماها ما قلتي لي أنت حكيتي مع رفيقتك هبة هي هبة، برقدم تحكي مع ابن خالتها، برقدم ما بيطلق الموظف اللي عندي. كتير بهمك أمرها؟ يعني إيه شو رأيك روح أنا وياك لعندهم حاكيها. وانا شو دخلني؟ رفيقتك ولا رفيقتي؟ رفيقتي، بس ما بيصير شيء اذا تعرفت عليها. انا ما بحب اتعرف على حدا. ردي على التليفون. قوم رد انت، واذا رفيقه من رفقاتي بدك تحكي معها وتسلم عليها، قوم بقى. انا ما راح رد، قومي ردي انت. ما راح ترد؟ لا ما راح رد. اي مو على كيفك، بدك ترد يعني بدك ترد، بطلي عادة هالخجل، قوم رد لشوف، يلا قوم. انا قومي ردي وبتعرفي كلمتي كلمة، ما راح رد يعني ما راح رد. يلا نشوف. لم تصغي إليه فطلقها. رد. ألو، أهلين يا مو. الحمد لله الحمد لله. مسكي احكي مع عمي بدي اياكي. ألو، أهلين مرت عمي، كيفي؟ كيفو عمي سحر؟ الأولاد مشتاقين لك، بيبوسوا إيدك، كلنا مشتاقين لك. إن شاء الله بأقرب فرصة. بكرة؟ هو المفروض نحن نعزمكم مرت عمي؟ يخلي لي اياك يا رب. ماشي، معقول يروح هيك اكلي علي؟ مو معقول. بكره الجمعه بكير بكون عندك مشان ساعدك بالكبه. ماشي مرت عمي، خلي لي اياك يا رب. الله معك، مع السلامه. سلمي على عمي سحر. الله معك، سلام. رغم انه يحبها وهي لطيفه وتساير امه، لم تهتم به فطلقها. تعرف لو كنت محل امك انا كنت زعلت منك وما عدت حكيت معك بنوم. ليش؟ شو قلت انا؟ ما قلت شيء، ولانك ما قلت شيء كانت لازم تزعل منك. ليش لحتى تزعل؟ الحمد لله يا امو، الحمد لله. هذا حكي الواحد بيحكي مع امه. شو بده يحكي مع امه الواحد يعني؟ بالله كيفك؟ شو اخباري؟ كيفو ابي؟ كيفها سحر وجامعتها؟ حكيها كلمتين حلوين يبلوا قلبها. إيه لا تخافي، امي ما بتزعل مني، متعوده على حكي، طول عمري بحكي دج انا. ما بصير، لازم تبطل هالعادة، لازم تحكي مع رفقاتك وأصدقائك، مع كل العالم كلام حلو. أنا هيك طبعي، اللي حبله يحكي معي حبله، اللي ما حبله يستفيد. ماشي جميل، بس عارف إنه أنا ما رح حل عنك لتبطل هالعادة. اهلين سهام، اهلين، تفضلي. مرحبا عمو. اهلين.
كيف الماما؟ منيحة بسلم عليك. الله يسلمك ويسلمها، وكيف استعدادك للكفاءة؟ ماشي الحال، بس بالرياضيات مقصرة شوي. ولا يهمك، عمك جميل هون، عادي وقلي على الشغلة عشانك فهمتيها، تفضلي. مو هون، على الطاولة عادي، على الطاولة. ماشي عن إذنكم، عشان ما أزعجكم. حنا! حنا، وين رايحة؟ بدي فوت شوف الأولاد، بركي بحاجة لشي لساعدهم. لا، اسمعي لقلك، أنا فوت بدرس الأولاد وأنت بتدرسي هي. لا معلي حبيبي، أنا بكالوريتي أدبي، ما بفهم بالهندسة يا مهندس، بعدين عيب هالحركات. تفضل يا عم. هنيك لو سمحتي. قولي لشوف شو اللي ما عم تفهميه بالهندسة. عمو، في هاي النظرية ما نفهمها انت كتير. هاتي لشوف. أنا من نون. هاي. ثالثة. أيوة. والثالثة. أوكي. ماشي. أعطيني الدفتر لشوف. ماشي. حنرسم. رح نرسم المثلث. عنا ألف جيم دال. ألف ألف دال. شو هاد ألف دال؟ هاد ألف دال. إيه ألف دال. أنا عم بسألك هذا شو؟ أيوة. شو هاد ألف دال؟ قطر. صح صح. ألف جيم. ألف جيم. شو هاد ألف جيم؟ ألف جيم. شو هاد ألف جيم؟ أنا عم بسألك هذا ألف جيم شو؟ ضلع قائم. برافو عليكي، هذا ضلع. جيم 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 دال. شو هاد جيم دال؟ جيم دال شو؟ ضلع قائم ثاني. برافو عليكي. هي شو هي ايه هي شو هي؟ ايه زاوية قائمة. صح. اسمع، عنا وتر، عنا ضلع. شوفي لي ايدي مزبوطة هون. ايدك هون صح؟ هي ضلع وهي ضلع تاني. هلا حلي المسألة على الهواء النظرية. امسكي يلا، تفضلي لمحلك وحليها. يلا تفضلي. حفظتها؟ حفظتها ماما، حفظتها. منيح، كملي البقايا. شو عم تعمل؟ يعني شايفتيني عم اعمل، عم اخترع طياره؟ وليش ما عم تدرس؟ ليش ابي فاضيلي؟ طبعا بدرس بنت الجيران، اما انا ان شاء الله عمري ما ادرس، ان شاء الله اصوت يا رب، اصوت يا رب. معلش حبيبي انا بدرسك، تعال. بدي ابي. ابوك مو فاضي. بستنى يفضى، ما مستعجل. سليم؟ سليم لا تفوري دمي، هات درسك. ما بتعرفي، عندي حل مسألة الرياضيات صعبة كثير، بدي ابي اللي يحلها. انا بحل لك اياها. انت بكالوريتك ادبي، ما بيمشي حالك. بلشي مثل ما عم اقول لك. سليم، انا اللي بدي درسك، وين المسألة؟ هي اذا طلعت غلط انا ما دخلني، انت بدك تاكلي بهدلة من الانسة مو انا. موافقة. يا رب تطلع غلط يا رب. خلص عمو، هلا بتطلعي على بيتكم بتراجعيها مرتين ثلاثة لحتى تفهميها. شو هي؟ خلص عمو، هلا بتطلعي على بيتكم. إليك الحكي، خليك انت بتطلعي على بيتكم بتراجعيها كذا مرة. يلا عمو يلا. شكرا عمو. عفوا. الله يجيرنا من جيل الدش. يرجع لك حالنا. ها وين انتي؟ ها راحت لوين؟ لوين بدها تروح يعني؟ على بيتها. او ما لحقت تدرسها؟ يخزي العين عنا، شو ذكيه ما شاء الله، حول عقلها بالدراسه دغري بتستوعب. طيب ليش ما شفت لها دروس تاني؟ بركي في شغلات مفهمانتها. لو بدها شيء كانت قالت لي. بجوز استحي. استحي على اساس وشها وش حياه.
بس اللي مجنني شلون أمها بعتتها لعندي مشان درسها هون بالبيت. وشو فيها إذا بعتتها لعندك تدرسها؟ جارتنا اعتزتنا بشغلة، شو فيها إذا درستها؟ مو هذا قصدي، قصدي إنه كان لازم تجيب لها مدرسة تدرسها مو مدرس. هلا هذا يلي زعجك؟ إيه ستي هذا اللي زعجني. ليش حضرتك لو كان عندك بنت بهالعمر كنت بتبعتيها لعند مدرس يدرسها عنده بالبيت؟ عم تحكي جد؟ طبعا عم بحكي جد. إيه بس البنت صغيرة وما عمرها غير 15 سنة. يا هنا هذا العمر خطير، مشان هيك لازم يدير باله الواحد، هي مراهقة. ما رح لك رد، أنا برد، يردوا علي بلاطة. ألو؟ أهلين أستاذ عدنان، أهلين. جولة؟ إمتى؟ بكرة؟ يعني أستاذ عدنان ما ممكن تأجيلها ليوم السبت؟ لأنه بكرة عندي عزيمة لعند حماتي. ماشي، لا لا ما في إزعاج، ماشي تكرم عينك. أهلين أستاذ عدنان، أهلين الله معك. خير، شو بده الأستاذ عدنان؟ هذا مدير السياحة اللي عنا، بتعرفه؟ ما عم بسألك مين، عم قلك شو بده؟ هو في وفد سياحي جاي بكرة وبده يعني يطلع معه. وليش قلتي له حاضر؟ لأني ما بقدر أقول له لا. لا بتقدري، لأنه بكرة الجمعة ومو من حقه يشغلك بيوم راحتك. يا جميل يا حبيبي، نحن عنا بالسياحة ما في أحد وجمعة، إمتى ما طلبونا لازم نطلع معه. إيه بس هيك ما بيمشي الحال، بكرة الجمعة ومن حقي أنا والولاد نقضي معك. طيب شو بعمل؟ هذا شغل مو بإيدي. ما عاد بدنا الشغل، قدمي استقالتك. بالله شو؟ بدك يعني أقعد بالبيت بين أربع حيطان أطبخ وأكنس وأمسح؟ ما بدي. نحن أولى فيكي، بعدين دخيل الراتب اللي عم تاخديه يا دوب يكفيكي مكياج. شغلي بحبه وما بتركه. نحن ما بتحبينا وبتتركينا ما؟ جميل، لا تعملي منا قضية. شو كل مرة الوفد رح يجي يوم جمعة؟ ماشي الحال، هالمرة بس ها. رح نستناكي لتخلصي جولتك وبعدين بنروح سوا لعند أمي. إيه بس يعني طعمتي السمكات؟ شو هي بس وطعمي السمكات؟ هنا بعرفك بس تنزنقي بتبسبسي. طلعي لشوف، فهميني شو الموضوع. يلا الجولة هي لتدمر، وبصراحة هي مخطط لها أنه نقعد يومين، يعني أنا ما برجع لبعد بكرة المساء. يومين؟ يعني بدك تنامي هنيك؟ مو بالصحراء، حاجزين لها مع الوفد بأوتيل. وأنا؟ شو أنت؟ بتخاف تنام لحالك؟ ولا يهمك، نيم طارق على يمينك وسليم على شمالك، هني من زمان مشتاقين لك. لك أنت ما بتخافي بغيابك أعمل لي شي عملي أنا؟ عملي مثل شو؟ العب بديلي مثلا؟ لا حاطة ايدي ورجلي بمي باردة، مأمنة، تعرف ليش؟ ليه؟ لأنه ديلك قصير ما بتقدر تلعب فيه. باي خوف. شو هاد؟ شي بياخد العقل؟ مها؟ مها؟ لك شو عم تساوي؟ عم حط الغسيلات بالغسالة. تقيلي الغسيلات هلا، لا حاج تنتهي بالغسيلات، عمره ما يتغسل الغسيل، لك تعي بسرعة، تعي. تعي شوفي هالملكات الجمال ما أحلاهم. شي بيطير العقل، شي بيشرح القلب، شو هالفيوتشر هاد؟ لا، اللون الأحمر لابد لك كمان، يا سلام. شوفيلي شوفيلي هالأجسام شلون من قاسة بالبيلي لك تطلعوا على قبري. نعيم، نعيم شو عم تحكي؟ لك استحي على حالك، قول بدك قاعدة معك. هلا شو دخل راسه بعينه؟ أنت شي وهنن شي تاني. شوفيلي شوفيلي هالصبايا الحلوين شلون متحوقين مثل جات الفواكه، كل فاكهة في أحلى من الثانية، بيحتار الواحد أنو فاكهة بده ياكل قبل. مفروض كون أنا أحلى فاكهة بنظرك. ومين قال غير هيك؟ حبيبتي أنت أحلى وأطيب فاكهة بالعالم كله، منيح هيك؟ ها؟ هيك لازم تحكي على طول. هلا أنت، أنا أطيب فاكهة بتحبيها؟ المشمش. ها؟ عيني عليكي يا مشمشة حياتي. هلا أنت بتقدري تاكلي مشمش على طول على طول؟ لا. شفتي شلون؟ الواحد بينوع، يعني مرة بياكل مشمش، مرة بياكل كرز، مرة بياكل فريز، مرة أناناس، مرة كيوي، مرة صبارة، مرة مانجا، وأنا بموت في المانجا. يا مانجا المانجا 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 المانجا. يعني حبيبتي الواحد ما بيقدر ياكل مشمش على طول، ليش؟ لانه بصير معه نفخه، واذا صار معه نفخه مشكله. شوفي لي هالمانجاي، شوفي انا هالمانجاي ما احلى، ما بتشهي الواحد ياكلها. شو قصدك؟ بدك تو المانجا؟ يعني الواحد بيشتهي. خليك على المشمش انفع لك. اتفقت.
ها يا عيني هذا فيوتشر ها لعيونك. جميل. طلع طلع شوف ما احلاهم سبحان الخلق وما اجملهم طلع. ايه انا عندي اياكي احلى منهم كلهم لهدول. ايه صحيح انا بحب تقول عني حلوه بس ما بحب تضحك علي ما في احلى من هيك بنات طلع. يعني عجبتك كثير المناظر؟ ايه هيك المسابقه بدها. انا بدي افهم انت شلون جوزتني؟ امي فرجتني صورتك ام طبست فيكي. منيح اللي طبست فيني وفي هيك مناظر. سجل الحفلة على الفيديو. ومشان شو؟ مشان كل ما اجي على بالي اكل مانجا جيب المانجا اللي عندي لهون. اذا بدك تاكل مانجا على الفيديو سجل على الفيديو. شوفي هي شوفي هي هي اللي رح بتفوز باللقب هلا بتشوفي. ما كثير حلوة في كثير احلى منها. لا ما بسمح لك هلا هي مو حلوة طلعي لها عيون ليك ليك بيذبح ودبح. ايه دير بالك على حالك بلكي رحت فيها. طمزي ريتو نعيما ان شاء الله. الله ينعم عليكي بدي نام. حبيبي جميل هداك اليوم ما قلت لي انه قعدي بالبيت وخدي اللي بدك اياه؟ وانا لساتني عند كلامي. طيب شو رايك اخذ اجازه الجمعه الجايه واخذ جزء من اللي بدي اياه؟ ها وشو هالجزء بقى اللي بدك اياه؟ خاتم بدي خاتم. ما اشتريت خاتم بيطير العقل بدي مثل الله يخلي لي اياه. انت استقيلي وانا مستعد اشتري لك بدال الخاتم 10 خواتم. ما بدك تشتري لي اياه؟ ايه بالناقص. بالناقصين؟ ما بدي نام. لا مو بالناقص، بدي اياه يعني بدي اياه. اصلا انت على طول بتستحكميني يوم الخميس. اشتري. اوكي بدي اشتري، اذا انت ما اعطيتني مصاري منين بدي اجيب؟ واقف على باب الجامع ولا مال الله يا محسنين. وليش لحتى تشحدي؟ اشتري من معاشك مع الاساس عاملي حالك يعني دولة مستقلة ومعاشك ما حدا بيلقه اشتري منه. ايه بشتري وليش ما حتى ما اشتري؟ بتضيق مو في كل شهر شوي ولي على قامتي ولي على حظي وتشوف نصوان المدراء كيف عايشين ولا من نيتك. على كيفك. ايدك شبهها على 500 ورقة. لشو ال 500 ورقة؟ اطمن مو إلي، اشتريت شوية أغراض لأولادك. وشو هالأغراض؟ غيارات وجرابات وما شابه ذلك. شابه ذلك؟ تعيشي وتجيبي يا كريمة. بالله شو؟ ليش أنا مسؤولة عن غياراتهم وجراباتهم؟ ليش هن مو أولادك؟ أولادي، بس ماني مسؤولة عنهم. أنت الأب وأنت المسؤول عن مصاريفهم كلها. أحمد ربك إني شايلة حملي عنك. لا حق حمرة ولا بودرة ولا كحلة ولا تيام. خلص لا تسمعيني نفس الأسطوانة بكرة بعطيكي. هلا بدي نام. بكرة بدي اطلع بكير وما بدي فيقك. عطيني هلا. خلص بس ترجعي من جولتك بعطيكي اياهم. ما بقدر ما معي ولا فرنك. وراتبك وين طار؟ لساتنا بسبعة الشهر. سبعة ولا عشرة ما دخلك. لما بطلب منك تحاسبني. هات 500 ورقة. أمري لله. هاتي البنطرون. ليش لجيبه ورجعه؟ أنا بروح باخذ منه المصاري. جميل شو مو مأمني؟ مأمنك. إلا أنك مأمني بحبك. عددنا أخذت 1000 ورقة. لشو الألف؟ الخمسمية الثانية سجل دين علي للشهر الجاي. حاضر رح سجلها جنب رفقات على لوح البوظة. تعمل زينة العقل. جميل زدت 1000 جرام. دي نوم. يلا بابا خلصتوا؟ خلصنا بابا خلصنا. شرفوا. استنى عندك انت وياه. درس المحتاج. اسمعوا
جل قبيت جدكم ما بدي حدا ينطويت ولا حدا يكسر شيء. مفهوم أرجيلة؟ مفهوم. وإذا جدي قال لي تعطل على ظهره شو قل له؟ قل له أبي ما بخليه يلعب معه؟ إذا هو نادالك اطلع على ظهره، بس مو مثل العادة تتعمشق لحالك. أنا بقول له يضطرني على ظهره. بسم الله الرحمن الرحيم. نقصتوني. لا توخزينا جارتنا، مستعجلين شوي. وين رايحين؟ معزومين لعند أمي. وين هنا؟ مسافرة. ما طبخت قبل ما تسافر؟ لا ما طبخي. بسيطة جارنا، انزل سناوي كيلو كباب وكيلو شعف وصحن حمص وصحن متبه وصحن سلطة، وأنا بظبط الصحون وبرتب الطاولة، بنتغدى سوا. تعالوا حبيباتي، تعالوا تعالوا. تعالي لقلك، نحن معزومين لعند أمي على كبة مشوية. يلا. كبة مشوية. أكلة طيبة ومجتيتة. ليش ما رحت معهم؟ كنت تعرفت على أهلهم. الله يصلحك يا هنا على هالعملة. أنا يلي بقول عنك مزوقة وفهمانة، هيك بتعملي فيه؟ بتعزميني على الغدا وبتسافري؟ يا لطيف، ما عاد حدا يصدق بكلمته. وأنا شو بدي أتغدى اليوم؟ أحسن شيء اطلع لعن جارتنا أم شحود. شفتها مباري عم تشتري فاصولية، وأنا كتير بحبها للفاصولية. بس إن شاء الله ما تكون عاملتها بالزيت والتوم، ما بطيئة. إن شاء الله تكون عاملتها باللحمة. عم تسلق لحمة؟ لحمة؟ تقبروني كيفكن؟ أنا اشتقت لكم، أنتوا ما اشتقتوا لي؟ اشتقنا لك. انت ما اشتقت لي؟ اشتقت لك. لكن ليش ما عم تجوا لعندي؟ صاركن زمان ما جيتوا لعندي. الماما ما بتجيبنا. أرجيلة، اذا ماما ما بتجيبكن تاني مرة قولوا للبابا هو بيجيبكن لعندي. ايه تيتا؟ ايه. يلا وهلا روحوا على اوضة النوم، كيس البونبون عم بيستناكم بالخزانة. عمي 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 لا توخزينا يا مو، هدول ورشين شوي. معلش تقبرني. شو وينها مرتك؟ ليش ما اجت معكم؟ ولا ما بتحب تزور بيت حماها؟ لا يا مو، بالعكس، هلا بتنبسط كثير لما بتزوري. اصلا فرحت كثير لما عزمتينا على الغداء. لكن وينها؟ مالي شايفتها معكم. سافرت. سافرت لوين؟ على تدمور. ايه معلش، مستناها على الغداء. لا يا مو، شو بتستنيها؟ مو راجعه اليوم، بدها تنام هنيك. يعني بدها تنام برات بيتها؟ ايه شوفي يا، هي طبيعه شغله يا مو، هيك شغلهم هن. ايه بناقصنا الشغل، من بكره بتقدم لها استقالتها. شي حلو والله تترك بيتها وجوزها وتنام برات البيت. يا مو، ابي واختي مالي شايفه، وينهن؟ ابوك رح يجيب علبة لبن، اختك على الفرندا عم تشعل النار. لروح عاونها لكان تشعيل النار يا مو. يا معلق الشمس، يا معلق ورشين، قتلتونا فشعانين. مرحبا، ممكن استخدم تليفون؟ الو، اهلين ماما، نحن مناح. لا ما عم نزبها، عطنا بونبون. ايمتى بدك تجي؟ تيتي هون. تيتي، الماما بدها تحكي معك. الو، مرحبا مرت عمي، كيفك؟ بعرف انك زعلانه بس غصبا عني. خلص الجمعه الجاي بيجي انا والولاد لعندك ونتغدى سوا، شو رايك؟ ايه لنعيش لجمعه الجاي. ايه هون طارق. يا طارق، نادي لبابا من على الفرندا خليه يحكي مع ماما على التليفون. قوام. الو، كيفك ماما؟ انا سليم. شي لك، انا سليم ابنك، سليم الحمص. شو ما عرفتيني؟ ايه منيح. لا لسه ما تغدينا، اما شو ريحة الكبة المشوية يا امي بتجنن. شمي. شميتي؟ يوه، خايفة على اولادها ما غديهم. لكن انا ليش عازمتهم؟ لا
لحقت اقبرني لحق، اشتقت لك تبع السياحة والاصطياف. ضوية ارجيلي، دوام. الو، اهلين هنو، اشتقت لك انا. شو فيزولك؟ طلعت لي إقامة، ابعت لك موافقة تشني. حلو؟ لا شو. اهلين هلا، لا تطولي. ها سعدنا صباح الاستاذ. الله يرضى عليك يا انسه امل، اتصلي ببيت الاستاذ وسيم وحاوليني الخط. حاضر استاذ، على عيني. انت درويش، روح ساوي لي كلوني. الله لا يعطيك عافيه، كم مره قلت لك ما بدي كلونيا؟ روح ساوي قهوه. امرك استاذ. بدها ثلاث ايام لتروحي. ما في غير الاستاذ وسيم يحل لي مشكلتي، هو مؤلف وعنده افكار، بعدين بيلطش افكار من شيء مسلسلات افلام وبلاقي لي حل لمشكلتي. الهي تنحل. اركبك يا درويش على الريحة. الو استاذ وسيم، منيح اللي طلعت لي انت. انا امل، سكرتيرته للاستاذ جميل. ايه يا اهلين فيك. الاستاذ جميل بده يحكي معك. شكرا استاذ، لحظه واحده بس. برني هو ورفقاته. استاذ. ايوه. الاستاذ وسيم معك على الخط. طيب. الو، مرحبا وسيم، وينك يا اخي؟ صار لي يومين عم دور عليك. مشان شو؟ مو وعدتني على اساس تحل لي مشكلتي معنا؟ لا بالله. شو يا سيدي؟ الحمد لله على السلامه. قوم هلا مدل عندي يا، ما باخرك نص ساعه بس. ها طيب. طيب شو رايك تمر لعندي المساء على البيت؟ مثل ما بدك، بنلتقى هنيك الساعة 6. اوعى ما تجي بزعلها. ماشي، لا تأخر وسيم. مع السلامة. تعال هون، وين رايح؟ بدي فوت لك قهوة المدير. هات القهوة، قال بيقول لك الأستاذ جميل هلا هلا بتنزل بتنفخ له دواليبه الأربعة هوا. شو؟ هوا؟ قضوي. هوا؟ كولونيا. تفضل استاذ. ليش وينه درويش؟ خلصت الكلونيا، نزل يشتري كلونيا. عدمني اياه، قولي له يجيب لي حبة وجع راس. قلت لك استاذ ماله هون، انا بجيب لك. لا طاب، ما بدي شيء، الله معك. يلا بسرعة. طاب وينه درويش؟ خليه يجيب لي حبة وجع راس، بدل ما يقول لي هالايدين بيلتفوا بحرير يسلموا زياتك، ولي على قامتي شو شرشوحة، العين الطراقة تطرقني. استاذ قلت له الانزع. اذا قلنا علبة سمنة او يلي بيسموها سمنة ب 135 ليرة، وبدي كمان سطل دواء غسيل ب 165، قديش بيطلعوا؟ 309 300 ليرة. ما بيبقى معي هيك غير 200 ليرة. منين بدي اشتري كنزة للولا؟ في كنزة ب 200 ليرة بهالايام؟ لك يلعن ابو هالعيشة وابو هالوظيفة وابو هالمعاش. صباح الخير. شلوني عم يصرفوا؟ عم بقول صباح الخير. تركيا تركيا بهمها، غرقانة بحسابات المعاش مثل العادة. ولا يهمك ام اللول، اذا لازمك كم ليرة بدينك يا هون. لا شكرا ست نجاح. سمور حدا سأل عني؟ ايه المدير. شو بده من الصبح يا فتاح يا علي؟ ما بعرف، سأل عنك. شو قلتي له؟ شو بدي اقول له؟ قلت له لسه ما اجى. الله يصلحك يا سمر، ليش اكلتي له؟ شو بدي اقول له لكان؟ لك حبيبتي حي الله حجه، رحت على الديوان، رحت على النسخ، حي الله حجه. صرت كاذبه عليه 100 مرة، ما عاد يصدقني. هلا يلا روحي قبل ما يرجع يتصل مرة ثانية. شو بدي يلا. ليش تأخرتي على الدوام يا مدام؟ غصب عني استاذ. كيف يعني غصب عنك؟ تأخيرك عم يتكرر. شو بدي اعمل يا استاذ؟ ايه مضطرة. شلون مضطرة؟ شلون؟ استاذ جوزي ما بيروح على الشغل الا ما يشرب القهوه. ايه عاد بتسقيها وبتجي على وقت الدواء. يا ريت يا استاذ ما بقدر. وشو السبب؟ لانه يا استاذ جوزي تاجر وما بيفتح محله للساعه 9 وما بيحب يشرب القهوه للتسعة الا ربع. طيب اتركيه يغلي القهوه لحاله. ايه ما بقدر، جوزي ما بيشرب القهوه الا من ايدي، او انا ما بقدر زعله بيطلقني. ارجوك استاذ ساعدني، جوزي عم يعمل هيك قصده مشان اترك الوظيفه، او اذا تركت الوظيفه بنهز الاقتصاد الوطني. طيب اذا جوزك تاجر ومقتدر والله عاطيه بيقدر يعيشك عيشه منيحه، مو احسن الك انك تتركي الوظيفه وتتفرغي له، تلبي له طلباته، مو افضل ما يطلقك؟
بخاف استاذ اترك الوظيفه يقوم يطلقني لسبب تاني، ساعتها بخسر جوزي وبخسر الوظيفه وبصفى بالشارع بدون معاش. بيهون عليك استاذ انا اصفى بالشارع؟ لا طبعا ما بيهون علي، بس يعني الدوام دوام لو سمحتي. طيب يا استاذ قل لي شو بدي اعمل؟ شلون بدي وفق بين جوزي وبينك؟ قصدي بين جوزي وبين الوظيفه؟ ما بعرف، هي مشكلتك الخاصه وانت بتحليها. شو صار بالكتاب اللي حولت لك اياه؟ هلا استاذ رايحه اخلصه وببعث لك اياه، ربع ساعه بيكون عندك. ما الله معك. شكرا استاذ. قال بيهتز الاقتصاد الوطني، ما هدول اللي هازينه. اذا قلنا بلع علبه السمنه هلا بشتري نص كيلو رجلين ورقاب دجاج بسلقهم بطعم الاولى وهيك بزيد معي 300 ليره كمان ما بكفوا. ايه ارخص كنزه بهالايام فوق ال 400 ليره. والعمال منين بدي اجيب؟ اتدين من نجاح بس بعدين منين بدي اوفيها؟ ايه مو كل الاشهر مثل بعضها. ليلى حاجتك حسابات، بتوجعي راسك على الفاضي. ما في غير الحل. المدير عنده حدا؟ لا ليش؟ سمر الله يوفقك، بتعرفيني ما حطيت الكتاب امبارح؟ لا والله ما بعرف. يا الهي قلت له ربع ساعة وبتجيبه. وين هلا حطيته؟ الله بيعلم والله. يا اختي شو بدي اسوي لكم اذا معاشكم ما عم يكفي؟ بس على كل حال ان شاء الله واعديننا بهالقرن في زياده معاشات. ما في غيرك بيقدر يحل لي مشكلتي. جوزي مثل ما بتعرف واقع من على الساله وانكسر عصه. وقاعد صار له شهرين بلا شغل. بلا شغل؟ اي ومثل ما قلت لك عندي ثلاث اولاد بدهم ياكلوا ويلبسوا والمعاش ما عم يكفي. خلص بتدبروا حالكم مثل بقيه الموظفين. شلون؟ قل لي شلون؟ بعتقد انه هي مشكلتك مو مشكلتي. بعرف انها مشكلتي بس انا طالبه مساعدتك. يا اختي انا يعني عدم المؤاخذه شلون بدي ساعدك؟ شو الطريقه اللي بساعدك فيها؟ قولي لي عنها. زود لي معاشي شوي الله يخليك. شلون يعني زود لك معاشك شوي؟ هي الشغله بدها مرسوم. اعطيني كل يوم ساعتين اضافي بيمشي الحال. ساعتين اضافي؟ شغلكم الاساسي كله بتخلصوه بساعه زمان. بشتغلها بعد الدوام. يا حبيبي وشو بدك تشتغلي اثناء الدوام؟ يلي بدك اياه مستعده اشتغله، مستعده نفذ اي شغله تطلبها مني. بس زود لي معاشي، الولد بده كنزه وما عنده شيء يلبسه، انا ماني قدراني اشتري له اياها، ارجوك. بسيطه خلص راح كلفك بعمل اضافي. كتر خيرك استاذ. خلص خلص. الله يخلي لنا اياه. الله يديمك فوق راسنا. الله معك. الله يديمك فوق راسنا يا رب. شو هالناس الطماعه هي؟ بتاخذ معاش 2320 ليره ولساتها عم تنق، ناس عم تسرف. مو هيك؟